مرحبا بزوار القناة الأعلى متابعة ومشاهدة على صعيد العالم في مجال الرقية الشرعية تحت إشراف سفير الرقية العالمية الراقي المغربي نعيم ربيع. احكي لي قصتك من الألف إلى الياء ثم أبدأ معك في الرقية. قصتك من الألف إلى الياء. غير انت ملي تكون تتكلم ليا ما بغيتش نعرف اللي دزتي عندهم سمياتهم. قول لي يا راقي روقات حكي لي من الاول باش غادي نجي نعرف واش راقي ما عرفتش شنو هو هذاك الشيء يقولوا لي انت قول راقي صافي عندي انا شخصو يعني حكي لي من الاول باش ندير رقيه تكون مقرشه على قبل كاس القهوه باش نتقاد لك قاد انا قلت له عطيه ساعه اخرى باش يتقاد انا كنت غادي انا في راني خلى الله وصح يعني حكي لي دابا من البدايه اخي الكريم شنو المشاكل اللي عندك؟ يلا عطيني المشاكل اللي عندي قبل حياتك كيف بدات المشاكل كيف بدات تمشي عند الرقاط شنو وقع لك عند الرقاط ثم بعد كي جيتي هنايا شنو وقع باش نبنيو من الالف الى الياء يلا انا كنت في الخدمه مزيان ايوا خدام مزيان ديما ايوا شويه شدني الطونسيو الدقات ديال القلب كثيره كثير يعني الدقات ديال القلب القلب عندي كيضرب بزاف طيب هذه هي البدايه هي البدايه نجيو حنا في الدار حيت كارين تمايا في الشانطي خدامين كارين حكم العمل حكم العمل طرني راسي بزاف مشيت على الطبيبه طيب دوزت لي الدقات كثير بزاف قالت لي كثير هادشي ديال الدقات ديال القلب ماشي عادي ماشي عادي طبيا ماشي عادي ماشي عادي طيب ماشي عادي انا كنتصنت المسبع الرقاد ديالك في الفيسبوك في اليوتيوب تصل شد موعد عند الاخت هنا شديت الموعد صافي مشيت للبلاد الاخ ديالي كان هو على عيان قال لي تديني عند واحد الفقيه والو ديني عند الفقيه لا ما نسميش لا ما تسميت توع الشريف راه ما غنمشيوش عند هذاك الفقيه راه انا شاد موعد راه عندي الشيخ مش عرفتي شنو الشيخ قال لي لا عديني انا يا هكذا ديتو هز لي هو الخط اذا هذا سحار هذا فقيه دوك الفقه ماشي راقي ماشي راقي هذا ليس راقي طيب هز لي الخط قال لي تا فايت مضروب عطا شي لعيبه يتبخر بيا كتبهم لي وقال لي سير تا يا مات تم عندك والو تحول عدي انايا هز لي الخط انا مريض قلت لي والو هز لي الخط قال لي انت يا قضي عندك مخمجه بزاف ومريض وعندك سحر زلق الخط وكلتي سحر في كرشك يعني وعندك مهم واخ نصيب لك واحد اللعيبه عطينا شي بركه عاود زدتو شي بركه ديت هذيك اللعيبه حطيتها حدايا شافها واحد السيد معايا واش ديال اللعيبه كتيب عجب قال لي واش تاك تجري على الشياطين ولا كتجيبهم عندك واش تاك لك سير عند الشيخ نعيم ربيع ولا نبقى نجي للخدمه كاع واخ خليته هو بقات عندي هذيك شي سيمانه حيت حرقتها مشيت عاوتاني مشيت عند واحد اخر أيوه. كاين واحد الفقيه اخر مجهد طيب مشينا عندو تا هو البيض دور على راسك طن من عندك سحر توكال عندك حليمة بواركا خديجة ما عرف الحاجة ما كاين الخيط باش تيلي البيضة وهداك عندو سيرفيس عندو شي وحدين جايين الناس من الرباط ومن ألف واحد وأنا وليد حشمان باغي ندخل وجاتني النوبة ودخلت قال لي هادشي خرجت شري اللوبان شري كادا المرجان سير واحد السوق بعيد منا جبت هداك المسائل البخور المجمر الفاس البالا كلشي خلشي ديال الفاخر والو مشيت عاوتاني الخدمة السبت الاخر تاني طلعت قالك واحد السيد راه كاينه واحد السيدة راه منعاودش لك المهم ردي بانيك تيجي الموعد شي كنقول انا في راسي طيب مشيت عندها دخلت السلام عليكم السلام كارطة 400 دوز على البال بحال كرة عندك حديد كاين عندك السحر واكل دير الحنة دير الريحان تقيا أيوة. المجمر أيوة. مجمر كاين جوج مجامر كاين مجمر ديال البالا والفاس وفاس وخبوحدو الهر ديال الطبي
وكاين مجمر اخر تاني ديال في الدون، تفرقع الدون برجليك، تفرقع الدون، تهز الماء ديالو، تقلب على الماء ديال سبعة البيار، تعوم به ما يطيحش في الارض، تهزيه في بوديزات، ما يطيحش في الارض، لا ما يطيحش، عندك يطيح، ما خصوش يطيح، لا طاح ما كاين والو، تعاود العود، هز سي الرومبا، كبو في الرومبا، السيمانه الاخرى نفس المشكل، تكبو في شي بلاد، تعطي الغله. ايوا موي سيمانه تاني شي شويه شويه واحد الوسيطه شويه موي رجعت. ايوا رجعت الخدمه تاني، رجعت على الطبيبه، شكون اللي عطاك، شكون اللي حيد لك فاني؟ حيد لي الفانيد والسيد راه كاين وكاين ولاد البلاد. ايوا واش الطبيبه راه كاين عندي انا، اش قلت لك شرب الفانيد دواء لا يقطع، لا يقطع، خاصك تريني شويه على الطونسيون. مشينا نجري واحد العماله شي سيمانه ثاني وانا كنجري، تلاقيت مع واحد السيد قال لي غنديك عند واحد السيد في درب هنا كيبيع اعشاب، طبيب قاري مزيان مزيان واه طيب، هادي ماشي مشكل، الاعشاب ماشي مشكل. سير ضرب على الوراق قال لي شريف، قال لي ما عندكش حتى الطونسيون. ايوا قلت لي رانا في موعد، قال لي هذاك ولي غطبك في حدو وسالينا سبحان الله، ورجعت حالاتي سبحان الله. نعم الله نتحولوا هاد الرقعات بسم الله بسم الله. زين اختي الموعد، جاك الموعد بعيد، قلتي الى حين يجي الموعد مشي عند الرقعات، بسم الله تحل لك المجال ديال الرقعات، ما تسمي حتى واحد، ما نسميهمش غير شي وقعه وصافي. راه شفت مصورين معاك جيت عند طلع والله ما نمشي عند واحد، شفت عند الراقي مصورين معايا وتمشي عند تختفي يا ماشي مشكل. قال لك هذا الانسان صح عزيز عليك صح ماشي مشكل، وشافهم توا قال لي سير توكل على الله، جاود هذيك نحسن النيه صافي. مشيت عند الاول والو ما كاين حتى وحده، قال لي التاق ما عندك وسواس صغير شي وسيويس، المهم قرا عليا ما جابش الله ما كثرش. ماشي مشكل شحال ديال الوقت تقريبا؟ قلت له الوقت ماشي مش مزيان ماشي مشكل. المشكل انا ما بقيتش طايق في هذاك، وخرجت من عنده ايوا مشيت عند الاخر ايوا رقيه، قال لك اخ كريم ما عندك حتى والو، الصباح ندير الحجامه ناضيه. قلت له بسم الله، درت الحجامه ثاني في الصباح مشيت للخدمه، السيمانه الاخرى اتصل اتصال راه مازاليش عندك اتصال، انا قلت له راني في موعد، هذيك السحاره اللي مشيت عندها راه قلت لها، قلت لها انا راه في موعد، او قالت لي دكي بزاف انت. المهم مشيت السيمانه الاخرى جيت عند واحد الراقي اخر ايوا فرقية ايوا، ومشيت عند راقي اخر قبله طيب وبلا ما نجبدو لك، قلت لك راه انا ما تسميش ليا لا. ومشيت ثاني عاود ثاني عند راقي اخر، وشنو كيوقع لك هاد الدروقات؟ هاد الدروقات اللي باقي كنمشي عندهم ما كاين والو ما بان والو، كثرت انايا كثرت. لا دابا كنتكلم معاك قبل ما تجي عندي، مشيتي عند الدروقات شنو كيوقع لك؟ كنتي كتاثر؟ لا نهائيا، وباقي ما كان باقي عادي بحالك كتقرا عليا هكذا، كتبقى هكذا كنبقى هكذا ولكن كيقراوك ايات السحر والعين وكذا والو حتى والو، خايبات يقرا لي سبحان الله والله قرا لي. المهم مشيت عند الرقي، شحال من رقي مشي عندو تقدم في المجموع؟ واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة الرقات معروفين وما والو. هذا الرقي الآخر راسي بيدور غير راسك كيدور مزيان، يعني راني صافي راني عملت بزاف مزيان، خمسة الرقات الخامس راسك كيدور لا ما يدرسي انت كامل الرقعة راسك داك كيدور مزيان ومزيان كمل تيدور تيدور تحت. ايوا ايوا وجه لي رسالة اقسم بالله كذا مزيان جيد، عندك مرض روحي اللي اش قال لك مرض روحي؟ مرض روحي زعما راه في سحر ومن بعد هو ما راح عرفنا مرض روحي ومن بعد ومن بعد الغدا ثاني يجي عنده وجيتي عنده هنا جيت عنده عادك الدنيا هانية يجي كل نهار. اها المهم كل نهار حصة في شكل مرة واقف مرة ناعس، مرة يقراك واقف مرة ناعس، المهم هي تقريبا شي 14 دوزتي عنده 14 حصة. طيب 14 حصة وانا كنتسنى في الموعد. طيب قلت لي ناقشت معاه قلت لي يعني الجن ما يتكلمش كيف السحر كيف، قال لي ودي الجن لا تكلم خطأ يولي يكلمك فهمتي، قالك الجن لا تكلمتي معاه وكلمك خطأ خطأ، قال لي زعما خطأ بالنسبة للمريض. الجن ما خصوش يتكلم، خصو ما يتكلمش، خصو ما يتكلمش ماشي مشكل، يقول لي ما يتكلمش وكنخرجو ترى من الديبار خرج خرجو كيدير لي زير واخا. طيب معليش هذا هو امر
نعالجوه من بعد. ايوا قرا 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 والو، صافي جاني الموعد، خاكت غادي كاع وخلصت النص والدواء، المهم سمعت داكشي كامل وجيت لهنا. ايوا جيت لهنا عرفتي الحصه الاولى احسن من دابا، عندك حصه زوينه، ما بقيت كنحس بتا حاجه، ما بقى عندي لا طونسيون، تتصور كنت كناكل اما طيشه والثوم، سبحان الله العظيم. ترى وليت كناكل اي حاجه في ديك الحصه، ما والو ني شي حاجه. من بعد الحصه الاولى رجعتي مزيان؟ مزيان الحمد لله. الحصه الاولى عدي معايا، الحصه الاولى مزيان الحمد لله. نعم الحمد لله بخير. الحصه الثانيه، الحصه الثانيه تاعي مزيان، وكاين طلع جيني، ومشيت انا مشيت غلط، انا كنتكلم وانا ما كنسحبش، انا الجير راه كيسمعني ويقرا حتى هو يشوف كل شيء. واش لقينا عندك؟ لقينا عندك جنيه، جنيه خادمه السحر، خادمه السحر تعطي الزواج. تعطي انا عاقل، انا نوريك انا كيفاش تقيد. انا عاقل لك الدروع. انسى هادشي انت، هذا السحر الاول، نهار اللي تكلمنا هنا وجينا ومشينا، السحر الاول ديال ثلاثة المرات، واو واو لحتو مزيان. هذا من بعد السحر الثاني، عطاني عبد الله خنشة ديال استفراغ، ما والو، استفراغ، استفراغ مزيان، والله مزيان. ومرة كنت خارج والجنية كانت طلعات، وقالت لي لا تذهب ساعدني ساعدني، قلتي؟ نعاود لك على داك الشيء كيفاش. واو دابا انا كنت خدام كنمشي مع الشيف، انا مشيت من هنا بالمره الاولى تكلمت بالاشاره، واه كتكلمتي معاه بالاشاره المره الاولى، نعم باش تكلم ولكن استجبت. نعم ملي بقيت غادي وليت كنقرا الحصات ديالك بحال هكا، وانا عرفني انا وليت كنقلب على الجينيه العاشقه في اليوتيوب. نعم نعم وليت كنشوف شي حاجه كدير لي نعم نعم لا لا، كتجاوبك بالاشاره. نعم 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 لا لا نعم نعم. وليت كنتم غادي بحال هكا ضرب على شي طونوبيل ديال الشيخ، حيت هذاك سميتو قال لي الشيخ الطونوبيل ديالو كذا، ضرب شي طونوبيل بحال هكا كديرها. بس هي كتقلب، انا تخلعت، بس هي كتقلب، انا تخلعت ماشي كتقلب، وليت مخلوع انا، يعني منعتني يعني شي حاجه، حركات كنديرهم خطيرين، يعني تقدر ما نبقاش نجي عندك. لا كمل، تخلعت وانا غادي نعان، هذا هو الزم خدام كنضرب بحال هكا، خدام خدام يعني، لا وليت بحال كتكلم معاه. قلت له حنا علاش كنخافوا من الشيخ نعيم ربيع؟ لماذا؟ كيف نخافوا من الشيخ نعيم ربيع؟ علاش؟ قوة منك، صح منك، كيفاش؟ كاين الإيمان، هناك الإيمان، صافي حني دودو زبد موك. ملي كتكلم كتسولها هي كتبكي، واعرف المهم كتبكي بدون شعور. والله قلت لها اقسمت بالله ثم بالله ثم على الله واسلمت اني اسمح لك في الدنيا وفي الاخره، صافي قويت البكا. صافي بديت كتستشعر هي الذنب، سبحان الله بديت كتستشعر الذنب، استشعر الذنب. يهودي نعم، ما اسمك كذا كذا، لونجلي صلي عندي، فرنسية واش دخلات، ما اسمك سميتها حوري كذا، سميتها فاطمة الزهراء، حيت أنا كنتصنت لك، راه كنسمعك أنا. نعم نبكي عاوتاني، من النهار كامل وأنا نبكي، جايت مع الثلاثة عاوتاني السلام عليكم، وتكلم تاني في شي حاجة بوحدي، يا فاضيات يا كذا يا كذا، فهمت؟ والغد كان الموعد ديالي، مش الموعد داك الساعة، حتى الغد واقيلا بعد الغد، 120 جيه، هذاك الصغير مكنتش كنصوب. كنت نخاف نصوم شويه بشويه. كنت كتخاف الاول تسوق ترى جاي ملصق لها حتى لهنا، جميع شي مصر ترى ترى لي مشاكل او تاني. تلاقينا معاك في الباب، مشو نصلي ولا مشو هكا؟ لا الطونوبيل انت خرجتي فيها فاش دخلنا هنايا عندك، ما علينا بقى عندي الكلام، واخا مشيت كلام ما قلت له حتى نهار جيتي، انت جيتي من دبي، كنتي في دبي. نعم جيتي. نعم شفتك ضربت عليك بحال هكا، هضرت مع الاخت قالت لي راه الشيخ تيرتل الموعد،
صافي قالت لي اعاهدك على هذا الشيء، لا يبقى حتى حاجه، صافي مشينا بخير ولا خير. سبحان الله، حتى اليوم لاد سبحان الله. وين سبحان الله سبحان الله. وذاك النهار جاي مره كفولي البوليس ست وقف اوراق كذا كذا، الله نقول لي سون ترون شو كذا شي حاجه ما كاينينش، لي سورانس ها لي سورانس اني ماري طن 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 هاك سير سيدي الله يعاون. جيت سبحان الله يعني انا يجي النية صايقة كذا 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 بلا والو. سبحان الله. اليوم هذا دابا راه البارح جيت انا حيت قالت لي 12 ولا 13 في الشهر، جيت البارح خليت الطونوبيل والحوايج مشيت في الكار خدمت عاود رجعت جلست قدامي والحمد لله. لا مزيان يعني.